الجوية. أوبيليس أينما كنتم. متابعي ومشاهدي قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم إلى توقعات أحوال طقس اليوم الجمعة صباحا. بداية المشاهدين الكرام، وضعيتنا اليوم بحول الله الاضطراب الجوي اللي شهدناه خلال بداية الأسبوع راح يبقى متواصل إلى نهاية الأسبوع على مناطقنا الشمالية، بالأخص بالنسبة للسواحل كذلك المدن الداخلية. باقي ولايات الوطن راح تعرف أجواء باردة مع أجواء من صافية إلى مغشات جزئيا، بالأخص بالنسبة لأقصى الصحراء. وضعية الصبيحة، خلال صبيحتنا راح نرتقب اضطراب جوي راح يمس السواحل الجزائرية، يلتحق كذلك بالمدن الداخلية، ونحن نرتقب أجواء باردة مرفوقة بأمطار غزيرة راح تكون إلى ظهيرتنا. فيما يخص باقي ولايات الوطن، سحب بدون فعالية راح تكون بالنسبة لوسط الصحراء ومناطق الجهة الجنوبية الشرقية، كذلك مناطق الجهة الجنوبية الغربية. وداعية البحر بحول الله، بحر مضطرب على طول الشاطئ الساحلي، سرعة رياح من 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة المرتقبة خلال الصبيحة كدرجة دنيا راح نسجلوا 4 درجات بكل من تبسها، عفوا بيكون من سطيف وتبسها. فيما يخص درجة القصوى كامل راح تكون 15 درجة بعين صالح. باقي ولاية الوطن 14 درجة بالجزائر العاصمة، كذلك وهران 5 كانوا بولاية المدية، و6 درجات كانوا بالجلفة. هذو درجات الحرارة خلال الصبيحة. توقعات الظاهرة لظاهرتنا الاضطراب الجوي راهو متواصل، راهو يمتد هذه المرة للمناطق الداخلية بعد ما شهدناه خلال الصبيحة فقط. بالنسبة للسواحل الأمطار الغزيرة راح تكون متواصلة إلى الأمسية بحول الله. باقي ولايات الوطن راح تعرف أجواء صافية على العموم، لكن راح تكون مرفوقة بأجواء باردة وسحب بدون فعالية راح تتمركز بالنسبة للمناطق الجنوبية وأقصى الصحراء. للملاحة والصيد البحري، البحر راح يكون مضطرب على طول الشريط الساحلي، سرعة رياح راح ما بين 30 إلى 55، حتى تلحق حتى 60 كيلومتر في الساعة على طول الشريط الساحلي. درجة الحرارة المرتقبة خلال الظهيرة راح تعرف انخفاض محسوس من لحقة درجتنا الصغيرة كامل لتملأ درجات بولاية المدية. درجتنا الكبيرة كامل راح تكون بعين قزام ب 24 درجة. باقي ولاية الوطن 19 كانت بولاية بشار، 18 درجة كانت بغرداية، 17 بوهران، 16 بالجزائر العاصمة، و15 درجة كانت بكل من سكيكدا وعنبة. هذو درجات الحرارة خلال الظهيرة اليومين الجايين. يوم السبت الاضطراب الجوي راهو متواصل، الأجواء الغائمة والأمطار الغزيرة كذلك راح تكون متواصلة. باقي ولايات الوطن أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل سحب بدون فاعلية على مناطق الجهة الجنوبية الغربية. درجات الحرارة راح نسجلوا 7 درجات تحت الصفر بالنسبة لولاية بشار، عفوا بالنسبة لولاية غردية، و25 درجة كدرجة قصوى بولاية أدرار. للملاحة وصل البحر، البحر راح يبقى مضطرب على طول الشاطئ الساحلي، سرعة رياح راهي ما بين 40 تلحق حتى 65 كيلومتر في الساعة. هذا فيما يخص يوم السبت. يوم الأحد بحول الله اضطراب جوي على السواحل الوسطى كذلك السواحل الشرقية، التحاق بسواحلنا الداخلية ونحن نرتقب أجواء غائمة كذلك مرفوقة بهبوب رياح قوية وأمطار غزيرة. باقي ولاية الوطن نبقى نسجل أجواء صافية على العموم مع تسجيل 4 درجات تحت الصفر بولاية غردية، و25 درجة كدرجة قصوى بولاية أدرار. للملاحة وصيد البحر بحول الله، البحر راح يبقى مضطرب مشاهدينا الكرام، وسرعة الرياح راح تبقى ما بين 25 إلى 45 كيلومتر في الساعة على طول الشريط الساحلي. هادو مشاهدينا كانوا توقعات طقس الأيام القادمة بحول الله. معلوماتنا الفلكية اليوم الجمعة صباحا، الشروق راح يكون على 7:50 دقيقة، أما الغروب فراح يكون على 5:32 دقيقة. لمزيد من المعلومات زورنا عبر موقعنا على الفيسبوك الحياة شانل عبر الويب. بهذا لحقنا ختام نشاطنا الجوي لنهار اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله وحفظه. قدمت لكم الأحوال الجوية. أوبيليس أينما كنتم.